جنينة عشاق الساحرة المستديرة. يحل التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي ضيفاً على برنامج معكم منى الشاذلي المذاعة عبر فضائيات سي بي سي يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة. ويتحدث علي معلول عن مشواره الكروي منذ أن ارتدى تيشيرت النادي الأهلي، ويكشف خلال الحلقة كواليس المباريات الصعبة وأبرز اللقطات خصوصاً في المباريات النهائية، وبعد المواقف الطريفة وعلاقته بزملاء اللاعبين داخل النادي، بالإضافة إلى كشفه عن مشاعره تجاه النادي الأهلي خاصة بعد تحقيق الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر. وكانت قد انفردت الإعلامية الجميلة منى الشاذلي منذ أيام بلقاء حصري مع محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء في أول ظهور إعلامي له عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وحققت الحلقة نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية وانتشار واسع على السوشيال ميديا، هذا بالإضافة لاستضافتها من قبل للاعب نادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق أحمد فتحي وأسرته في حلقة مميزة نالت إعجاب الجمهور والمتابعين للبرنامج. مع أجمل أمنياتنا بمشاهدة سعيدة. عزيزي المشاهد، إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحية أسر الثقافة ومعلومة، تابعونا.